حب من أول نظرة، هكذا سحرتني منطقة القبائل في جزائرنا. رحلتي إليها فتحت عيني على جنة الله في الأرض، تكزيرت وبحرها ونسيمها العليل. أزفون وشواطئها التي تزاوجت مع الجبل والغابة فأنجبت لوحة كاملة الجمال لم يستطع رسمها أفضل رسام. وبجاية التي نحتت البيوت داخل جبالها دون حاجة لمهندسين ينزعون عنها بساطها، اتجهت بعدها للقرية الأمازيغية التاريخية، قرية آيت القايد الراسخة في مكانها منذ 300 سنة، رغم ما مر عليها من حروب وعوامل طبيعية ما زادتها إلا جمالاً وقيمة. هذه رحلتي في منطقة القبائل التي عجزت لغتي وما تحمله من تعابير عن وصفها. ليصلكم سحرها وما شعرت به، انتظرونا قريبا على قناة النهار.